مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. في المستهل ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اجتماع عمل بمقر رئاسة الجمهورية خصيص للصادرات. وفي تصريح عقب الاجتماع أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات محمد بخاري أن اللقاء جاء في إطار استكمال استراتيجية رئيس الجمهورية لتنويع الاقتصاد الوطني، خاصة ما تعلق منها بالصادرات خارج المحروقات. لقاء اليوم لقاء مهم للغاية، والهدف منه استكمال سياسة السيد رئيس الجمهورية في مجال تنويع الاقتصاد الوطني خاصة الصادرات خارج المحروقات. ويتجلى هذا الأمر أولا من خلال استحداث وزارة مخصصة للصادرات، ثانيا من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم والتي تبنى على مجموعة من المعايير، أولها تنويع الصادرات، ثانيا تضافر جميع الفاعلين دون استثناء، ثالثا من خلال الفاعلية في الأداء، ورابعا من خلال التطبيق الصارم للقرارات. وسنسعى للعمل بهذه وفق هذه الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المسطرة. من جهته أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولا أن اللقاء كان مهما ومثمرا، قدمت خلاله حصيلة ما تم تحقيقه والآفاق المستقبلية للتصدير. أولا أود أن أشكر السيد رئيس الجمهورية على هذا اللقاء الذي مهم وكذلك كان مثمر، وأبارك معالي السيد الوزير على هذه المهمة، وإن شاء الله سوف نكون سند إليك معالي الوزير. حنا في الحقيقة تكلمنا في هذا الاجتماع على أولا على الاقتصاد بصفة عامة، ولكن خصص سيد رئيس الجمهورية هذا اللقاء على الصادرات وأهمية الصادرات، وكانت فيه نجم نقول لك بالك حوصلة على ما يعني حاجة يعني عملناها، ولكن على مستقبلية كذلك. ولهذا اليوم تكلمنا كذلك على دور المؤسسات. احنا عندنا يعني ان اوبجيكتيف دو كريي انشاء حوالي اكثر من 20,000 مؤسسه، وحتى خلينا يعني باش نمشيو الى فائض، وهذا الفائض يخلينا يعني باش نزيدو نرفعوا من رقم اعمال صادرات خارج المحروقات. وتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات رهان رفعته الجزائر لبناء نموذج اقتصادي جديد، فكان للإصلاحات العميقة الأثر الهام على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، ما مكنها من تعزيز مكانة الجزائر في المنطقة ودعم مناخ الاستثمار وتعزيز تواجد المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية. وليد صاري. تحولات كبرى وبارزة عرفها الاقتصاد الوطني في 5 سنوات الأخيرة بفضل جملة من الإصلاحات الاقتصادية ارتكزت على بناء نسيج اقتصادي قوي أسسه المنتوج المحلي وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين للتوجه نحو الأسواق الخارجية. إصلاحات عميقة أثمرت واقعا جديدا تعيشه التجارة الخارجية من رفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات بفضل إجراءات واقعية اتخذها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، مكنت من رفع سقف الطموحات عاليا بتحقيق الجزائر مؤشرات جد مشجعة، حيث من المتوقع أن تفوق صادراتها خارج المحروقات 7 ملايير دولار نهاية هذه السنة. وتهدف الجزائر اليوم خلال هذه الإصلاحات العميقة بلوغ 29 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات بحلول 2030. الجزائر
في السنوات الأخيرة الخمسة الأخيرة رؤية جديدة واستراتيجية شاملة لتنويع الاقتصاد الجزائري وبعيدا عن الاعتماد المفرط على البترول والغاز. هذه الاستراتيجية ارتكزت على قطاع الزراعة، النهوض بقطاع الزراعة، قطاع المناجم، قطاع الصناعة، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة. كل هذا من أجل تنويع الاقتصاد وكذلك بعث الصادرات. الصادرات اليوم في 2024 رايحت فوق 7 مليار دولار نتيجة هذه الرؤية الجديدة والاستراتيجية الشاملة. الديناميكية المسجلة في التجارة الخارجية كانت بفضل جملة من التحفيزات للمصدرين بتخفيضات ضريبية وصندوق لدعم الصادرات الذي جاء لتشجيع وزيادة حجم ولوج السلع والبضائع الجزائرية للأسواق الخارجية، مع فتح خطوط جوية وبحرية لتعزيز الدور المحوري للجزائر في المنطقة وتوسيع شبكة البنوك في الخارج وخاصة في أفريقيا، قصد مرافقة المؤسسات الاقتصادية خارج الوطن وتنشيط معارض ومناطق حرة للترويج بالمنتوج الجزائري. تبسيط عملية التصدير، وشفنا أنهم خلقوا أرويقة خضراء في المطارات وخاصة مطار الجزائر العاصمة، حتى المصدر لا يقع في الإشكاليات البيروقراطية التي تمنعه أو تحد من نشاط التصدير. زيد على ذلك أنه سهل هذه القضية تاع التصدير بتحفيزه وفتح بنوك في الدول، مثلا حلينا في السنغال، حلينا في موريتانيا، حلينا وزيادة تانية حفزنا التصدير بالمناطق الحرة التي تمر بنا. إذن احنا الآن وصلنا إلى مرحلة نتاع تصدير، عملية تصدير خارج المحروقات، العملية أصبحت حقيقية، قبل كانت أمنية. جهود كللت بتحقيق مؤشرات خضراء طبعت الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة النمو 4% وبتراجع كبير للتضخم ليسجل 5%، فيما تجاوز الناتج المحلي 266 مليار دولار. الإرادة الجادة للسلطات العليا في البلاد لمرافقة المؤسسات الاقتصادية ترجمتها أيضا إطلاق جائزة أحسن مصدر لتستحدث مؤخرا وزارة قائمة على ترقية التجارة الخارجية. إلى روبورتاجاتنا التنموية وضمن مقاربة تنموية شاملة، يشهد الشريط الحدودي بولاية الطارف إنجاز العديد من المشاريع والمرافق العمومية، حيث استفادت ساكنة هذه المناطق من ضروريات العيش الكريم من تهيئة وماء وغاز وكهرباء. يقول حسن مطاطلة: عدنا التريسيتي، عدنا الغاز، وعدنا الماء. بالنسبة للترمية الحمد لله، الحمد لله سيدي، نشكر رئيس الجمهورية يعني قام بينا، يعني يعطينا ربي الصحة والقوة وبصح حوايج أخرى يعني تعكيم هكا، رانا نحمد في ربي حاجة ما تخصنا. فرحان برشا. هكذا كانت فرحة هذه العائلات وهي تستفيد من ضروريات الحياة. مشاتي وقرى كانت مصنفة ضمن مناطق الظل، ها هي اليوم بوجه جديد. منذ 2019 لحد اليوم راهي عبارة عن ورشة كبيرة فيما يخص تزويد بالماء الصالح للشرب، تم إعادة الشبكة كليا، فيما يخص شبكة التطهير كذلك الدولة الجزائرية هزت على عاتقها هذه الشبكة وعادتها كلية، وصلت الغاز لكل القرية وكل المشاتي تاعها، ما خلينا حتى دار. الشريط الحدودي على مستوى ولاية الطارف تحول إلى ورشات مفتوحة من الإنجازات، من شق للطرقات والجسور وإنجاز للمشاريع الاجتماعية والمرافق العمومية. جاءنا المشروع تاع الطريق هذا نحى علينا عجلة كبيرة، كنا نمشوا منه لأم طبول بساعة، ضرك حكاية 5 دقائق نلحقوا لأم طبول. بلدة سوارخ استفادت من هذا المشروع من أجل فك العزلة أولا على المواطنين المحاذيين بالطريق لارين 44، وكذلك يربط بلدية السوارخ ببعض المشاتي على غرار سطحة وشعوطية. هذا الطريق الذي يربط على مسافة 2 كيلومتر قيمة 200 مليون دينار جزائري. عندنا طريق واحد اخر يربط ما بين سوارخ العيون على مسافة 6 كيلومتر بقيمة 300 مليون دينار جزائري. هذه المشاريع رهم في إطار تنمية الشريط الحدودي. هذه الإنجازات انعكست على الوجه الجمالي لولاية الطرف عموما ولهذه المعابر الحدودية خصوصا.
بعد استكمال مشوارهم التكويني في فنون الطهي وإدارة الفنادق، 78 خريجا من 3 دفعات يكرمون في حفل بالمدرسة العليا للفندق والإطعام بولاية وهران. حضرته عن التلفزيون كامل حمو. بعد سنتين من التكوين في مجال الإطعام والفندقة، ها هي الدفعات الثلاث لخريجي المدرسة العليا للفندقة والإطعام بولاية وهران تتسلم شهادات التخرج في تخصصات فنون الطهي وإدارة الفنادق. كانوا هنا عندنا عامين تاع دراسة، في كل عام كان عندنا 6 mois تاع قرايات براتيك تيوريك و 6 mois دو ستاج. لو ستاج انا جي بريفير فار لي ستاج تاعي على لترونجي، تما لقيت دي زوبورتينيتي دي زوكازيون وين واحد تعلم وتفوق في المشوار الدراسي تاعه. C'était une expérience très enrichissante. Ça nous a permis de développer nos compétences ou nous dخلوا لهذا le monde و ان شاء الله on sera un plus pour le secteur du tourisme en Algérie. تسليم 78 شهادة لمتربصي المدرسة. هذه الشهادات هي شهادات لتكوينات تقوم بها المدرسة بالاتفاق مع المدرسة الفندقية للوزان بسويسرا، وهي شهادات مصادق عليها من ذات المدرسة. وتتميز المدرسة العليا للفندقة والإطعام بكونها بيئة تعليمية تحاكي الفنادق، يتلقى فيها المتدربون دروسهم ويتعرفون على أسرار المهنة من متخصصين لرفع جاهزيتهم لسوق الشغل. اخترت هذه المدرسة لأنها توفر لنا جو ملائم باش نتعلموا فنون الطبخ هذه. التكوين يشمل كاع المجال تاع الإطعام، عندنا لا كويزين، عندنا لا باتيسري، عندنا ميم لو سيرفيس، عندنا ليجيان، نتعلموا ليجيان. جينا هنا باش نتعلموا ندو خبرة، وهذه هي والهدف تاعنا نولوا إن شاء الله دي فيتير شيف إن شاء الله. عندنا تكوين تخصص فندقة وإطعام بحاجه بروفيسيونيل كما راكم تشوفوا لي شيف تاعنا نقدوا مليون مسموم دي شيف. اذا هي صرح علمي مهني بامتياز يسهر على تكوين الشباب في المجال السياحي ويساهم بشكل فعال في تحسين الخدمات والارتقاء بالقطاع. في تطورات حرب الإبادة على غزة، ارتقى اليوم 25 شهيدا وجرح العشرات في سلسلة غارات صهيونية استهدفت عدة مربعات سكنية وخيما للنازحين في مناطق مختلفة من القطاع، كانت أكثرها وحشية بمدينة غزة ودير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبا، ليرتفع عدد الشهداء في أقل من 24 ساعة إلى أكثر من 120 شهيدا. هذا وبات مصير ما يربو عن مليوني فلسطيني في غزة على المحك بعد توقف المساعدات الإنسانية بما فيها الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية خاصة في الشمال الذي يعيش على وقع القصف والحصار والتجويع. في المغرب، سياسة المخزن المتنكرة لأبناء جلدتها خدمة لمصالح محدودة عمقت من وقع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، آخرها ما حمله قانون المالية الجديد من تكريس لسياسة النهب دون رقيب ولا حسيب. فوزيتاش. حينما يصبح الفساد معيارا للعدالة تنهار أركان الدولة والأخلاق وتسن قوانين تهين الهيئات المناهضة للفساد ومكافحة الرشوة. تخفيض ميزانية هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في قانون مالية سنة 2025 في حكومة نظام المخزن لبرهان على تغول حكامه وتغلغل الفساد في مفاصيله. يحاربون هيئة تقاريرها تكشف كل مرة عن النهب والاختلاس وانهيار المؤسسات بفعل المحسوبية والولاء. مع الأسف أنه القصة اللي كنا كننتظروا أجوبة من الحكومة على محاربة الرشوة ومحاربة الفساد وأنها تعزز الدور ديال الهيئة ديال اللي مكون لها محاربة الرشوة وتصدي لهذه المظاهر ديال الرشوة وفضح الفساد، فإذا بها الحكومة كتجيب خفض الميزانية ديال النزاهة والرشوة، بمعنى أن كل ما شي مؤسسة خرجت تقرير ما عجبش الحكومة غير الرئيس ديالها، بمعنى أنها خص الناس التقارير تجيها على مقاسها وإلا راه ما تيعجبهاش الحال، وراه كيبان هذه يعني ممارسات في الواقع اللي كتبين التغول والهيمنة. الملك مع من؟ مع الشعب ولا مع المفسدين؟ مع الشعب ولا مع المشاريع ديالو؟ مع الشعب ولا مع البزنس ديالو؟ خص الأمور تحدد،
هادشي راه بزاف راكم طغيتو. هيئة تتفاعل معها حكومة المخزن بانزعاج كلما كشفت عن المستور وخفايا وأسرار وزرائها ونفوذهم في نظام المخزن، وعلى رأسها القصر الملكي الذي هو في قمة هرم الفساد، وهو الذي أنشأ هذه الهيئة لتكون رقيبا، فعرت وفضحت ما كان بين الجدران، ومن المفارقات تعاقبها بخفض ميزانيتها لعرقلة عملها. اللي كان نديروا التقاطعات ما بين التقارير الدولية والتقارير الوطنية والمؤشرات اللي تكلمنا عشرات ديال المؤشرات والمعطيات التفصيلية ديالها، كيبان بأن المغرب لا من ناحية ديال التنقيط ولا من ناحية ديال الترتيب ما تقدمش. في نظام المخزن التشريعات وضعت لترفع من شأن الفساد وتحارب كل من يناهض تغول المال، حتى وإن كانت هيئة دستورية ومؤسسة من مؤسساته. والممارسات الهمجية للاحتلال المغربي لا تزال تطال صحفيين وناشطين صحراويين المتمسكين بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، رغم المكاسب القضائية والدبلوماسية الداعية إلى إنهاء الاحتلال المغربي وسيادة الصحراء الغربية على أراضيها وثرواتها الطبيعية. باريز أجلامتو. مداهمات واعتداءات تطال كل الصحفيين الناشطين المنادين بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، تنتهجها الأجهزة الأمنية للاحتلال المغربي في محاولة منها لإسكات كل أصوات الأحرار في الداخل والخارج. اعتداء همجي طال هذه المرة المناضل باهي بريكا في مدينة العيون المحتلة أثناء حضوره لبث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي. جاتني مجموعة مجندة من طرف أجهزة تابعة للاحتلال المغربي تهددني وعدلت أساليب الترهيب بحكم دفاعي على 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 وطني وعلى الجبهة الشعبية. والغريب في الأمر من هذه المجموعة اللي جاتني اللي تهدد بأساليب الترهيب والقتل وهذه الأمور كاملة، يعني استراتيجية جديدة والله توجه جديد من هذا المحتل المغربي. كل هذه الممارسات تأتي نتيجة لإخفاقات الاحتلال المغربي في كسر إرادة كل المناضلين والداعمين للقضية الصحراوية والهزائم المتتالية التي تلقاها الاحتلال المغربي على الصعيد الدولي، خاصة بعد قرار إلغاء الاتفاقيتين التجاريتين مع الاتحاد الأوروبي من طرف محكمة العدل الأوروبية، وتلتها المخرجات 24 الصادرة عن لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة والقاضية ضمن بنودها التأكيد على الحقائق التاريخية والقانونية اللصيقة بالقضية الصحراوية. إذن هي عملية طمس للهوية ولكل ما يمت بالصلة لما هو موروث تاريخي صحراوي، في محاولة يائسة لتحقيق انتصارات وهمية عليها تكسب مزيدا من الوقت لتضليل الرأي العام. لكن ما تحقق ويتحقق يوميا في الآونة الأخيرة من انتصارات تثبت أن القضية الصحراوية تدشن عهدا جديدا في تاريخها، وهي لبنات أساسية تمهد لطريق الحرية والاستقلال. في أخبار الرياضة، تتواصل اليوم الجولة العاشرة لبطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، حيث تواجه اليوم مولودية وهران اتحاد خنشلة، والمقابلة ستنقل مباشرة على القناة الأولى الأرضية بدءا من الساعة 6:45 مساء، فيما تلعب غدا السبت 3 مباريات وفق البرنامج. نفس الجولة فاز سهرة أمس شباب قسنطينة على اتحاد الجزائر بهدف دون رد بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. على إثر هذا الانتصار يعتلي النادي القسنطيني ريادة الترتيب برصيد 18 نقطة. أهدافات المباراة مخادعة الكرة مباغتة خدعت الجميع وأعلنت عن أول أهدافات المباراة لمصلحة السياسي عند حدود الدقيقة 34. شاهدوا جلجات كرة جام. في الذكرى 34 لوفاة العلامة الشيخ والمربي أبو حفص الزموري، مآثر الرجل ومحطاته التربوية الفكرية والدينية شكلت محور ملتقى ديني بولاية بجاية وسط حضور مشايخ وأساتذة وباحثين في شأن الفقه الديني. عزوز هواري.
هي إحيائية الذكرى 34 لوفاة العلامة الشيخ المربي سيدي عمر أبو حفص الزموري، الفقيه المتضلع، اللغوي البارع والخطيب المسقع. في زمورة ترعرع فيها وتربى هناك ودرس هناك عند أئمة كبار من أكبر شيوخه الشيخ أحمد مقدور رحمه الله، وكان له شرح على كتاب السيباوي يعني في النحو، وكان له تعليقات على كتاب مجموع الموتون. نجد أن الشيخ أعطى ثروة مميزة للزخم الجزائري لكي يكون على ذلك أو ليكون على تلك الصورة المميزة التي تقبل أو التي ينبهر بها أهل الشرق والغرب. العلامة الشيخ تولى التدريس والإمامة في عدة مدارس ومساجد وزوايا عبر التراب الوطني، منها زاويته العامرة بزمورة وآخرها في مسجد سيدي رمضان بالعاصمة الجزائر. اجتهد طلبته في الحصول على العلوم ما يسخر به الشيخ، فكانوا طلابا ومريدين من كل ولايات الجزائر. هذا العالم الذي ولد سنة 1913 وتوفي سنة 1990 ترك بصمات كثيرة جدا في الثقافة الإسلامية، فألف الكثير من الكتب. أدرجت الذكرى 34 مع الاحتفائية بالذكرى 70 للثورة. ولماذا اخترت بجاية؟ لأن الشيخ قضى من 1938 إلى 42 بزاوية شلاتة بيقبو التي كانت تعرف بكونها جامعة، كانت مرجعا من مراجع العلوم، ثم انتقل إلى زاوية سيدي موسى نبذر الذي ذكرت قصيدة في مدحه من سنة 42 إلى 44. كما كان للعلامة الشيخ عمر أبو حفص الزموري إسهاما مشهودا به في ثورة نوفمبر الخالدة، أين كلف من قبل المجاهدين بإصدار فتاوى وإصلاح ذات البين. ونختم من أوبرا الجزائر بعلام بسايح بعرض فني لملحمة تهجارت الذي يحاكي تاريخ المقاومة الشعبية بالجنوب الجزائري. العرض الأول حضره إلى جانب وزير الثقافة والفنون أعضاء من الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر عبد السلام حباس. على مدار ساعة ونصف حاكت ملحمة الرمال تهجارت تاريخ المقاومة الشعبية بالجنوب، ملحمة جسدت مأساة مشبعة بالأحداث لثورة نوفمبر المجيدة. الأوراس في جرجرة والجريس في جبال تمسان وفي زقهراس، الكل قاضي الأرض ويستناو في المعاهدة تاع إيفيان تكمل. حاولنا أن نقدموا في ساعة من الزمن سفر في صحراء الجزائر وفي مقاوماتها ضد التوغل الفرنسي للجزائر. كامل القبائل كيفاش تلايموا من الشيوخ الكبار شيخ أمود والمقاومات الشعبية حتى التوحد. الجمهور تفاعل مع العرض الفني الذي جسد تاريخ ومقاومات الجزائريين في سبيل تحرير صحراء الجزائر. والفرنسا هناك تهزوا معكم الذخيرة وتأخذوا الطريق المكسير، ولو أيورو رفقاتنا نأخذوا الطريق الطويل. الحكاية اللي شفناها جسدت الوقائع اللي صارت في الصحراء تاعنا ومشاركة كل سكان الصحراء في هذه المعركة التي نالت وانتهت بماذا؟ بتحرير الجزائر. Was amazing. أعجبت بهذه الملحمة، لقد شاهدت أشياء مدهشة. الملحمة حكت تاريخ الجزائر وأنا فخور بأنني جزائري. سنعمل بكل حزم على أن تكون كل إنتاجات القادمة الثقافية في كل مجالات تحمل قيمة إضافية أولا، ثانيا تكون ذات قيمة فنية وثقافية يمكن بالتالي توزيعها وتسويقها محليا وطنيا وعالميا. قوتكم في رأي واحد في عقل واحد. ملحمة تهجارت عروض كوريغرافية ودراما موسيقية بلمسة فنية لقصة شعب كافح من أجل الحرية. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النشرة. جمعة مباركة للجميع، في أمان الله.